أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا الله على
وعلى